قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الابتعاد عن أهل البدعة، هل معنى ذلك هجرهم؟ وما هو الضابط في الهجر؟ ومتى يكون؟ وإذا كان المهجور قريبًا فهل يكون في ذلك تناقض مع صلة الرحم؟ الهجر على قسمين: هجر العصاة الذين لم يبتدعوا وإنما عندهم مخالفة معصية دون البدعة، فهذا يهجر بقدر ما يردعه، فإذا تاب فإنه لا يهجر، يهجر إذا كان في الهجرة، إذا كان في الهجر مصلحة وهو أنه يردعه ويؤثر عليه، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شراً فإنه لا يهجر، ولكن يناصح ويستمر معه في المناصحة، هذا بالنسبة للعصاة. وأما المبتدع فإنه يهجر هجراً قاطعاً حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، في فرق بين المبتدع والعاصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فلو كان قريباً يهجر ولو كان قريباً، المبتدع يهجر ولو كان قريباً، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما إنك تحسن إليه بأمور الدنيا والمعاملة الدنيوية هذا لا مانع، أما أنك تحبه أو تواليه هذا لا يجوز. نعم.